السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس دورة تعلم لغة جافا سكريبت. درس اليوم سوف يكون بإذن الله حول خاصية ريكاتش. هاتي هي أو هذا هو عنوان درس اليوم. بإذن الله سوف نقوم بتطبيق هذه الخاصية، ثم سوف نقوم بالشرح أو لماذا نقوم بالشرح أولا ثم نقوم بالتطبيق. هنا خاصية 3، ماذا تقوم بها هذه الخاصية؟ هذه الخاصية تقوم باختبار الاسم الذي نقوم بوضعه بحثا عن الأخطاء. كيف ذلك؟ على سبيل المثال لدينا هنا 3، ثم نقوم بفتح الكولاب. داخل الكولاب سنضع على سبيل المثال alert، ثم داخل هذا الالرت سوف نضع على سبيل المثال رسالة معينة أو أمر معين. قبل ذلك لابد أن نقوم بوضع خاصية أخرى لكي تظهر لنا. على سبيل المثال سوف أقوم بفتح ليد، ثم سوف نعطيه اسم معين أو اسم variable جواب، ثم سوف نعطيه قيمة. كيف ذلك؟ على سبيل المثال سنظهر رسالة كيفما كانت، ثم نقوم بإغلاق. هنا في الالرت سوف نقوم باستدعاء هذا الاسم الذي وضعناه هنا الجواب، ثم نقوم بإغلاق بكل سهولة. هذا بما يخص 3. كما قلت لكم يقوم باستدعاء هذا الاسم الذي وضعناه بطبيعة الحال بين قوسين هنا، بحثا عن هل هناك خطأ أم لا. بمعنى إذا كان الالرت الذي استدعيناه هنا جواب فسوف يظهر لنا هلو. إذا كان اسم آخر هنا فلن يظهر لنا الأمر. ثم بعد ذلك خاصية كاتش أو كيج. هنا هذه الخاصية ما الذي تقوم به؟ هي تتيح لك بيان التقاط معالجة الخطأ. كيف ذلك؟ يكفي أن نقوم بفتح قوسين هنا. على سبيل المثال سوف نضع رسالة هنا إيغور هنا، ثم خلف هذه القوسين نقوم بفتح الكولاب، ثم سوف نقوم بتطبيق أمر هنا كونسول هنا، ثم نقطة إيغور هنا سوف نضع إيغور، ثم نقوم بفتح قوسين سوف تظهر لنا الرسالة إيغور مرة أخرى. هنا نقوم بالإغلاق، لا تنسوا هاته النقطتين هنا وهنا وهنا. هنا إلى حد الآن هنا واضح، لدينا هنا قمنا بإنشاء ليد أسميناه اسم هنا جواب، ثم وضعنا رسالة نريد أن تظهر، ثم قمنا بتطبيق خاصية 3 هنا، ثم نريد أن تظهر هذه النتيجة عبر الأمر alert، بمعنى قمنا باستدعاء هذا الاسم جواد الذي في مقابله، أو إذا قمنا باستدعاء جواد ستظهر لنا الرسالة الثانية هلو. لكن ماذا إذا كانت هناك اسم آخر، وضعنا اسم آخر، بطبيعة الحال سوف يظهر ستظهر هذه الرسالة لأن الأمر alert الذي وضعناه هنا خطأ. كيف ذلك؟ أو لنقوم بالدخول للصفحة الخاصة بنا نعمل تحديث. كما ترون الرسالة الخاصة بنا ظهرت ألا وهي هلو. سوف نعود إلى الصفحة الخاصة بنا، سوف نقوم بكتابة على سبيل المثال اسم ليس هنا، على سبيل المثال إيغور أو أي اسم عندكش، المهم لا يكون في التي وضعناها هنا لكي لا تظهر لنا الريزلت، والهدف هنا هو أن يظهر أن تظهر هذه الرسالة. كيف ذلك؟ نذهب مباشرة إلى الصفحة الخاصة بنا، هنا نقوم بإخفاء، نعمل تحديث ونتظهر الرسالة. كيف سنعرف هنا الخطأ؟ دائما نقوم بضغط بطن ضوء انسبكت، ثم ننتظر لتظهر الصفحة الخاصة بالكونسول، ثم سوف نذهب مباشرة هنا لدينا element console source network performance، ثم سوف نذهب مباشرة إلى الكونسول. سنجد أن الرسالة تظهر لنا اسم الاندكس أو اسم الالرت أو الأمر الذي وضعنا في الالرت ألا هو الاندكس. يضع الرسالة هي كالتالي: index is not defined، بمعنى هنا لدينا خطأ في الأمر الذي قمنا بطلبه، وهذا هو هذا هو المبتغى من خاصية الكيتش، هي تقوم بالتقاط أو تقوم بمعالجة الخطأ.
الذي لديك في الصفحة بطبيعة الحال. كان هذا كل ما في درس اليوم، أتمنى يعجبكم هذا الدرس، نلتقي بإذن الله في دروس مقبلة إن شاء الله.